السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مشكلة جديدة في مشاكل الموقع. المشكلة خاصة بالداون كوندكتور اللي نازل لللايتنينج بروتكشن. المفروض إن هو بيوصل، الداون كوندكتور ده بيوصل للروف. طبعا احنا كنا خدنا البلانات وبدأنا ننفذ في الادوار اللي تحت الدور ده على الداون كوندكتورز زي ما احنا شايفين اللي هي مكتوب عليها دي سي. الداون كوندكتورز دي لما جينا نوصل للليفل اللي احنا فيه لقينا ان احنا في الاعمده اللي هنا كاستراكشر زي ما احنا شايفين كده مش مكمله. طبعا دي غلطه من الديزاينر. المفروض احنا لما بنيجي نشوف الداون كوندكتورز دي بنبدأ نبص عليها على اساس نتاكد ان الاستراكشر ككولومز لازم تكون طالعه لحد الروف، لازم الاعمده دي تكون واصله لحد الروف، وبالتالي لما يكون عندنا داون كوندكتورز طالع لحد الروف لازم نتاكد ونفتح الرسومات الاستراكشر ونتاكد ان الاعمده دي نفسها طالعه لحد الروف. لما قابلتنا المشكله دي في الموقع طبعا احنا عملنا شيفتنج ما بين الجزء اللي طالع من هنا اللي هو المفروض انتهى في الدور اللي احنا فيه والمفروض تخش، دخلناها عملنا شيفتنج على الاعمده اللي هي قصادها دي. طبعا بعد ما اتاكدنا ان الاعمده دي كلها واصله لحد الروف، وطبعا ظهرت معانا بالشكل اللي هو اللي انا هوريه لكم في الصوره ده زي ما احنا شايفين كده. ادي الداون كوندكتورز زي ما احنا شايفين اللي هو مكمل ده 70 ام ام سكوير اهو مكمل هنا، عملنا له شيفتنج ما بين هنا لحد ما وصلناه للفيرتيكال اللي هو يطلع فيه العمود ده. طبعا الشيفتنج طبعا انا مش هاكد ان هو طبعا لازم يكون واحنا ماشيين بالمسار بتاع الايرثنج كوندكتور لازم يكون موازي للستيل بار ويكون متربط فيها كويس، وبعد كده بيخش من هنا المفروض يطلع موازي برضو للستيل بار وبعد كده يطلع لحد فوق في الفيرتيكال. اما بنيجي طبعا للفيرتيكال بيبدا نعمل شغل الكلمبات ونربط بيها غير السلك الرباط اللي احنا بنربط بيه الايرثن كوندكتور، لا بنعمل كمان حاجه اسمها كلامبس بنربط بيها، بنمسك الداون كوندكتور مع الستيل ريبار ده كده بالنسبه للايرثن كوندكتور. طبعا لما هنيجي للفيرتيكال ان شاء الله باذن الله ابقى اصور لكم ازاي بنعمل اليو كلامبس وعلى مسافات قد ايه. ده كده بالنسبه للجزء الخاص بالداون كوندكتور. بس انا كنت حابب اعرض المشكله اللي حصلت في الموقع وازاي عملنا ازاي احنا حليناها في الموقع، ان احنا عملنا شيفتنج ما بين الكولوم اللي انتهى هنا وراح للكولوم اللي بعديه، وبكده يبقى احنا حلينا المشكله بتاعه الداون كوندكتور ان هو وصل لحد معين واحنا كملناها بعد كده للكولوم اللي هيفضل مكمل معانا لحد الروف. وعلشان كده يبقى احنا الملاحظه المهمه اللي احنا لازم نعرفها في الفيديو بتاع النهارده ان احنا لما يكون عندنا داون كوندكتورز لازم نفتح structure drawing ونتاكد ان كل الكولومز اللي طالع فيها داون كوندكتورز واصله لحد الروف لحد ما توصل لشبكه اللايتنينج بروتكشن. ده كده كان فيديو النهارده ويا رب تكونوا استفدتوا وبشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.